تصدير أول شحنة نفط وسحب أول مبلغ من الوديعة السعودية، ما جدوى هذه الإجراءات لحكومة تدير بلداً بلا موازنة معلنة ولا رؤية اقتصادية؟ وهل توجد خطة اقتصادية محددة وواضحة تمضي بالتوازي مع هذه الإجراءات؟ أهلا بكم. فيما يعيش اليمنيون مأزقا معيشيا إلى جانب مأزق الحرب وتدهور حاد في العملة الوطنية، يأتي إعلان الحكومة عبر البنك المركزي ووزارة النفط في خبرين منفصلين لكنهما يرتبطان ببعضهما في المشهد الاقتصادي. الأول إعلان أن البنك المركزي اليمني بعدن يقر سحب أكثر من 20 مليون دولار كدفعة أولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية، وهي خطوة أولى ستليها ثانية. الخبر الثاني يأتي بإعلان وزارة النفط والمعادن نجاح أول عملية تصدير ل500 ألف برميل من النفط الخام. تبرز هذه الإجراءات في ظل غياب السيطرة المالية والعبث بالموارد، بل وغياب الرؤية الاقتصادية للبلد على مستوى تفعيل موارد الدولة وشلل القدرة الإدارية وغياب النفوذ على المنافذ. إعلان تصدير النفط، تحديداً أول شحنة قوامها 500 ألف برميل نفط، هل يفتح آفاق الانتعاش الاقتصادي في اليمن في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ الانقلاب والاجتياح؟ تصدير الشحنة النفطية بحسب متابعين مؤشر أولي لكسر الجمود الاقتصادي في الجانب النفطي على وجه التحديد، لكن تصدير الشحنة النفطية جاء في سياق يخلو من خطة اقتصادية محددة وواضحة. عمليات الإنتاج والتصدير في القطاعات النفطية تأخر العمل فيها طويلا من اللحظة التي انتهى فيها الجيش الوطني من تحرير العديد من المناطق، إضافة إلى أن الميليشيا الحوثية لم تصل يدها العابثة إلى القطاعات النفطية والغازية. في ذات السياق الاقتصادي، أقر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعاته اليوم بعدن سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20,428,000 دولار، كما أقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقا للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادات الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة قدرها 17%، ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى 12% ولفترات مختلفة من سنة إلى 3 سنوات، وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13% وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية. التحركات الاقتصادية في القطاعين النفطي والمصرفي جاءت في مرحلة وصل فيها انهيار العملة الوطنية إلى أسوأ مستوياته في ظل غياب مداخل الدولة من العملة الصعبة وتعطل حركة الانتاج والتصدير. آلية السحب من الوديعة ليست واضحة ومحددة، ومدى إسهام هذا السحب في إنعاش الدولة التي تعيش حالة أشبه بالموت السريري للنظام المالي منذ انقلاب الميليشيا واجتياحها للبلاد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي ناصر المطري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ ناصر. حياك الله، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. وربما يعني منذ يعني العنوان تصدير النفط وكسر الوديعة السعودية، هل تعد معالجات اقتصادية أم مسكنات؟ أكيد أنها لا تزال في إطار المسكنات، لأن المعالجات الاقتصادية لها أبعاد ومؤشرات وطرائق أخرى للحلول الجذرية. هو ما نؤكد عليه دائما أن القضية اليمنية أو الأزمة اليمنية تحتاج إلى معالجات جذرية أكثر منها مسكنات أو مهدئات بين فترة وأخرى. ولعله ما ذكرناه في ربما في مقابلة سابقة أكدنا على هذا الموضوع، أن موضوع الوديعة السعودية التي وديعت في البنك المركزي بحدود 2 مليار دولار، والذي كان حولها خلاف هل أودعت أم لم تودع. قلت أتذكر أني قلت حينها أن حتى 2 مليار دولار لا تحل المشكلة، لأنه اقتصاد بلد بحجم اليمن 30 مليون مواطن
2 مليار دولار او نعم هو اقتصاد غير عادي يعني نعم اقتصاد او حتى تصدير 500 ألف يعني كدفعه. نعم اذا نعم دعنا نناقش الخبرين يعني الاقتصاديين كلنا على حده. يعني الشحنه قدرها 500 ألف برميل، الا تعد خطوه اولى لحل جزئي للمشكله الاقتصاديه؟ هي في الحقيقه تعتبر خطوه ايجابيه في الاتجاه الصحيح، لكن هل هي كافيه او هل هي ناجعه او هل ستحدث انعاش؟ هل ستستمر ايضا؟ هل ستستمر ايضا؟ كل هذه اسئله مهمه، لكنها تعتبر خطوه ايجابيه انه البدء بتصدير النفط، لانه النفط بيشكل بالنسبه لليمن 70% من موازنه الدوله في الاعوام السابقه ما قبل 2011. ومعروف أن مسألة تصدير النفط أيضا ستلعب دور رئيسي في سعر الدولار، أليس كذلك؟ بالتأكيد أنه أي ساطرات، كلما زادت ساطرات أي بلد هذا بيؤثر على استقرار العملة ونموها وثباتها بشكل أساسي. إذن الخبر الثاني أستاذ ناصر، يعني مسألة سحب دفعة من هذه الوديعة التي أنت قلت أنها ليست كافية من أساسها، يعني ما الذي يعني أو في أي سياق ممكن أن نقرأ هذا الإجراء؟ هو إجراء اقتصادي أحيانا اضطراري، لأن احنا في بلد نعيش أزمة وأزمة يعني متراكمة ومتشابكة، فأحيانا يعني كحلول أحيانا حلول اضطرارية تلجأ إليها الحكومة، وليست يعني لا تشكل جزء من المشكله او جزء من الحل يعني. في الاخير سحب 20 مليون دولار يعني ليس بالرقم الكبير، وليس هو ايضا حل للمشكله الاقتصاديه واستقرار العمله. نعم، ولكن في لحظه ما يعني الكل هاجم الحوثيين لسحبهم من الوديعه ذات يوم واخلاء البنك من هذه الوديعة، ألا يعني نتوقع أن تسير الحكومة بنفس المسار؟ طبعا يفرق عندما الحكومة الشرعية الموجودة، ولنا سمعت في التقرير أنه لا توجد موازنة، لا يوجد بالنسبة نكون منصفين يعني بقدر ما ننتقد الحكومة الشرعية وننتقد الأطراف اليمنية بشكل عام، يجب أيضا أن نكون يعني نقدنا نقد بناء. أول عام من بعد الأحداث الذي هو 2018 تقر ميزانية لليمن، قدرت الإنفاق أو الإيرادات فيها ب 2 مليار و200 مليون، وتصل تقريبا الميزانية عموما إلى 3 مليار و800 و900 مليون. صح أنها لم تأخذ الإجراءات الكافية والاعتماد البرلمان ومجلس النواب، لكنها كخطوه في الاخير على الاقل في مؤشرات او في ارقام تم اعتمادها في حكومه، ولاول سنه ولاول عام منذ 3 سنوات تقر ميزانيه في 2018. اذا لو تحدثنا استاذ ناصر يعني بشكل عملي، هذين الاجراءين ما الذي سيؤثر فيهم على حياه الناس المعيشيه؟ هل سيلمسوا تاثير ولو بسيط ام ان الامر يعني لن يؤثر؟ اذا استطعت ان احول السؤال إلى نسبة، كم نسبة التأثير؟ يعني ربما 1 في 1000، نسبة ضئيلة جدا يعني. نعم، لأن هذا كما ذكرنا الحلول الجزئية البسيطة لا تحل مشكلة وطن، ولا تزال الأزمة اليمنية تراوح يعني تراوح ما مكانها. القيمة الحقيقية لمثل هذا الإجراء لو تحدثنا بلغة الحكومة؟ يعني لما أقدمت على مثل هذا الإجراء إذا لم يستفد المواطن استفادة مباشرة؟ 1 من 1000 أفضل من 0 هكذا يعني. يعني خطوة نحو 1000. طيب يعني مبدئيا يعني هذه الخطوة برأيك سواء التصدير وأيضا سحب هذه الجزء من الوديعة، هل سيؤدي إلى خفض سعر الصرف؟ ربما هذا هو أبرز سؤال يتساءله الناس. والله الساطرات إذا استمرت الساطرات بشكل منتظم وفتحت بقية القطاعات الاستثمارية النفطية الذي في حضرموت والذي في مأرب، لأنه هذا كله من قطاع واحد فقط في شبوة، تمام. الآن بينتج تقريبا 50 ألف برميل يوميا، هذا التجميع لفترة زمنية معينة حتى وصلت 500 ألف برميل وتم تصديره. لكن إذا استمر هذا القطاع نفسه وبقية القطاعات في شبوة وفي حضرموت في وفي مأرب ورجعت إلى سابق عهدها يعني ما قبل 2011 تقريبا كانت 446 ألف برميل يوميا،
هذا بالتأكيد سيحل المشكلة، ونستطيع أن نجزم أنه سيعيد سعر الدولار إلى سابق عهد 215-220، يعني ما فيش حاجة مستحيل أيضا. نعم، المسألة تحتاج ربما إرادة أكثر، لكن في مشكلة، في مشاكل الآن الملف اليمني في تداخلات. سنتحدث عن هذه المشاكل العامة. أستاذ ناصر، اسمح لنا أن ينضم معنا في هذه الحلقة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر من القاهرة. مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور. نعم أستاذ مصطفى، ما هي قراءتك للخطوتين اللتين قامت بهما الحكومة، وهي سحب جزء من الوديعة السعودية وأيضا تصدير ما يقارب 500 ألف برميل من النفط؟ هذه الخطوة في الحقيقة تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية، خطوة جديدة، يعني هي خطوة ربما كانت أحد الأسباب للتراجع الذي حصل في سعر الريال مقابل الدولار في اليمن. وبالتالي يعني هي نبعت الوديعة لجزء من هدف وضع هذه الوديعة، هو فعلا لتثبيت سعر الريال مقابل الدولار ودعم الاحتياطي اليمني من العملات المصرية الأجنبية. لكن يعني في اعتقادي أن هذه ليست يعني حل يعني مؤقت جدا، لا يعالج يعني جذور المشكلة ولم يحل مشكلة التداول الذي حصلت والذي ستحصل في سعر الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى، لأن ذلك يرتبط بأشياء أخرى أكثر أهمية من هذه النقطة تتعلق بتوفير العملة الصعبة لاحتياجات السوق المحلية، يزيد العملة الصعبة ووقت تزيد العملة الصعبة الذي يحدث من البلد بطرق وعملية مختلفة. نعم، أنا لا أستمع إليك جيدا أستاذ مصطفى، أتمنى أن يعني ترفع صوتك قليلا. أنت تحدثت عن الرقابة على المضاربين بالعملة، وهو الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يسهم فيه هذا الإجراء في تخفيض سعر العملة، أو يعني على الأقل الحد من اختلاف الأسعار هنا وهناك. يعني هل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي فعلا لوضع حل في ظل غياب الموارد وغياب الصادرات؟ بكل تأكيد هي المشكلة معقدة وليست مستمرة، لكن هناك يعني واحد من الأدوات المهمة هو موضوع الرقابة على السوق الموازية. هذه واحدة من الأدوات الرئيسية التي يفترض أن تفعل، إلى جانب أدوات أخرى من ضمنها هي إعادة الثورة النقدية إلى وضعها الطبيعي، وضع عودة استقطاب الموارد، وقف النزيف من خلال تقليل الدولار وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تحصل على العملة الدولار على الأقل وضعية الاستيراد من الاحتياج السلع والخدمات والتي معظمها استوردت من الدولار. نعم أستاذ مصطفى، يعني استمرار انهيار العملة بل وأيضا المؤسسات الاقتصادية والتجارية، هل يعني يمكن القول بأن هذه الإجراءات ستحول دون ذلك؟ عفوا ما سمعت السؤال. عفوا، يعني بالنسبة لاستمرار انهيار العملة أمام الدولار وكذلك ليس فقط العملة وإنما أيضا مؤسسات اقتصادية وتجارية كانت ربما تشكل مورد أساسي للبلد، هل مثل هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة يمكن أن تحول دون استمرار هذا الانهيار؟ في اعتقادي هناك خطوات مهمة يجب أن تتم فيما يتعلق بإعادة تصدير النفط والغاز، الاستفادة من تمويلات الخارجية سواء كان للعمل الإماراتي أو كمساعدات خارجية، وأيضا الاستفادة من تحويلات المغتربين والحصول على عوامل النقد الأجنبي. لكن الخطوات التي تم ربما خطوات جزئية ولا تعالج جوهر المشكلة، وكون المشكلة تحقق يعني يتم بحث أهداف أو
الإعلام عن السندات وعن التمويل معين، يعني كثير من هذه من البنوك لم تعد كثير من البنوك لم تعد تتيقن القيمة السورية عاليا في المتعلق بموضوع الديون لدى البنك المركزي، وبالتالي هي غير قادرة على أو غير ممكن أن تقوم بالاقتراض مرة أخرى أو شراء السندات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، يعني أنت تحدثت عن أن هناك ربما في 2018 تم إعلان موازنة ربما ليست بالمتوقعة أو بالمدروسة، ولكن هل من خلال هذا الإعلان نستطيع القول بأن الحكومة أصبح لديها رؤية اقتصادية؟ يعني ألا تجد أنه منذ إعلان الموازنة، يعني الآن نحن في الشهر بداية الشهر الثامن، يعني إذا كان هناك خطة اقتصادية لا يفترض أن تكون مثل هذه الإجراءات سابقة لهذا الوقت؟ بالنسبة للميزانية أعلنت في الأشهر الأولى من السنة، لكن ما مدى تطبيق ما ورد في الميزانية إلى الآن؟ لم يرد إلى الآن تقرير نصفي أو ربعي للفترات السابقة، بحيث نحن نقيم يعني مصداقية هذه الموازنة التي أعدت في حينه، بس كخطوة جيدة على الأقل في مؤشرات عريضة أو رؤية أفضل من انعدامها تماما لثلاث سنوات سابقة. إذا لو تحدثنا عن أبرز الإخفاقات الاقتصادية التي تسببت بها أو عانت منها الحكومة الشرعية والتي ربما أدت إلى وصول الحال إلى هذا الوضع. هناك إخفاقات سياسية أكثر منها إخفاقات اقتصادية. لأن الجانب الاقتصادي متعلق حاليا مع وجود الأزمة في اليمن والحرب في اليمن، متعلق بالأساس بالإخفاقات السياسية، وأنا أعتبرها إخفاقين رئيسيين نحتاج كيمنيين حكومة ومجتمع وجميع الأطراف أن احنا نراجع أنفسنا ونحاول نركز جهودنا لحل هاتين الإشكاليتين الرئيسيتين، وهما مدخل للحل يعني الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع الأمني والوضع الاجتماعي والوضع الفكري. أعتقد أمامنا مهمتين رئيسيتين حتى نخرج من جانب أيش الحلول الجزئية أو حتى القنوات الإعلامية، التي أنا دائما أدعو الإخوة الإعلاميين أن يحاولوا أن يتناولوا القضايا الكلية، القضايا المهمة، القضايا المحورية، القضايا النقاط الحرجة التي من خلالها يحدث تغيير. أما تناول الأخبار الجزئية كل يوم مثل اليوم خبر الوديعة وسحب 20 مليار وغدا، يعني أخبار كلها جزئية لكن لا تصب أيش في تناولها، يعني صحيح أنه كجانب خبري جيد لكنه لا يصب في حل المشكلة. أنا أعتقد أننا لابد أن نركز على أمرين مهمين. الأمر الأول وهو يعني إعلان أو بناء تحالف وطني تاريخي يجمع كل اليمنيين في هذه المرحلة، لأن المؤامرة على اليمن أصبحت واضحة وممنهجة، ونحتاج إلى تحالف بناء يجمع كل المكونات السياسية الذي في إطار الشرعية، ودعوة أيضا من تبقى مع الانقلاب. أكيد أن هناك ناس مع مرور الوقت قد اتضح لهم أن استخدام العنف في الحكم لا يؤدي إلى نتائج، بل ربما خسروا الكثير من أقاربهم ومن أصدقائهم، وفي الأخير نحن كمجتمع يمني نحن في الأخير مجتمع واحد يعني، وحريصين أن نعيش بسلام وأمان. وهناك دول كثيرة فيها عرقيات ومذاهب كثيرة أحيانا تتعدى 20 و30 و40 و50 وتعيش مثل الهند مثل أي بلد في العالم. إذا هناك نظام وأمن واستقرار ودولة تحفظ حقوق الجميع. فالأمر الأول هو تحالف تاريخي وطني واسع. ولا أخفيك نحن منذ 6 أشهر تقريبا أنشأت لجنة تحضيرية لهذه الفكرة،
حتى نتحول، لانه مش شرط دائما نتكلم في افل. هناك حلول. طيب لماذا لا تتحول؟ من سيقوم بها؟ لا اخفيك نحن منذ 6 أشهر الحمد لله تاسست لجنه تحضيريه يعني من مختلف يعني الاطراف، ليست كاطراف سياسيه لكن شخصيات وطنيه عندها نفس الهم ونفس التفكير، انشات هذه اللجنه التحضيريه، وهي الان في صدد استكمال ادبياتها ومعايير بناء هذا التحالف حتى يكون تحالف وطني حقيقي، ولا يكون مثل المكونات السابقه التي كونت في السابق على عجاله وعلى عشوائيه وارتجاليه وتستمر بضع اشهر ثم يعيش. هدف هذا التحالف الوطني التاريخي انه يجمع كلمه اليمنيين من اجل ان نحافظ على السياده اليمنيه ونستطيع ان نمكن للكفاءات اليمنيه تمام في اجهزه الحكم، من اجل ان نستطيع ان نواجه هذا التآمر الاقليمي يعني والدولي على اليمن. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، نحتاج الى رؤيه لهندسه المصالح مع الاقليم ومع العالم، لانه اليمن لانها في منطقه جغرافيه حساسه لابد ما يعني، والكل الان يخشى على مصالح في هذا المحيط وفي هذه المنطقه، سواء الدول الاقليميه، دول الجوار، اخوتنا في الخليج العربي، او حتى الدول التي بعيده شويه، او العالم. سنتحدث عن امكانيه ذلك استاذ ناصر، ولكن اسمح لنا ان ينضم معنا ايضا عبر سكايب الاستاذ عبد الواحد العوبلي، ناشط في مجال مكافحه الفساد من ماليزيا. مساء الخير استاذ عبد الواحد. مساء النور. اهلا بك استاذ عبد الواحد. تصدير 500,000 برميل من النفط، برايك ما قيمه هذه الشحنه بالنسبه يعني لسوق النفط، وهل تعد فاتحه للتصدير حقا؟ في رايي الشخصي انا لا اعرف مدى او ما اهميه هذا التصدير، يعني اعتبر احتفاء الحكومه بتصدير 500,000 جمعت اصلا طوال عدة أشهر، لأن الإنتاج جاي من شركة هونغي اللي بتنتج في اليوم أقل من 5,000 برميل، وهذا المستوى من الإنتاج غير كافي حتى لتغطية النفقات التشغيلية للشركة نفسها، فالتكلفة هنا غير مغطى، فلا أعرف سبب الاحتفاء الحكومة بهذه الشحنة. الطبيعي أن تكون الكميات أكبر لكي تكون هناك فائدة. نعم، كم يفترض أن تكون يعني هذه الكمية، وخلال كم يعني يفترض أن تصدر؟ أتصور إنه كمية 5,000 لشركة مثل وونزي لا تغطي حتى مصاريفها الثابتة. نحن بحاجة إلى ربما ضعف أو ضعفي هذه الكمية لكي يكون الأمر لكي نصل ما يسمى نقطة التعادل. يجب أن يتحسن أو يتم العمل على تطوير الإنتاج ورفع كمية البترول المنتجة لكي تكون العملية مجدية بالنسبة للشركة أولا، ثم لمتطلبات الإقليم الموجودة في الشركة، ومن بعد أو من ثم لاحتياجات الحكومة اليمنية وموازناتها. نعم، لو تحدثنا عن يعني أنت تقول أن 500,000 برميل نفط لن تشكل أي يعني أي شيء بالنسبة للاقتصاد اليمني، خاصة في الوضع الحرج الذي تمر به البلاد الآن؟ نعم، هو احتفاء غير مبرر، احتفاء غير مبرر نهائيا، والأولى أن توجه الأنظار نحو رفع الانتاج مثلا في شركة صافر قادرة حاليا على انتاج ما يزيد عن 35,000 برميل يوميا، بالامكان تصدير هذه المبالغ، تصدير هذه الكميات والاستفادة منها لدعم او لضخ مبالغ وعملة صعبة للموازنة العامة للدولة، بالاضافة الى تقريبا كمية موازية او مساوية من قطاع جنة هند ايضا 35,000 برميل، وبالتالي بامكان
مع هذه الكميات البدائية المبدئية ممكن نقول ليست بإمكان رفع الإنتاج أكثر من ذلك. في هذه الحالة أو في ذلك الوقت ممكن إن احنا نحتفي أو نقول إن احنا حققنا إنجاز. نعم، لكن السؤال أستاذ عبد الواحد، يعني إذا أنت تحدثني عنها أن هذه الكمية فقط آتية من شركة واحدة ومن قطاع واحد، أين بقية القطاعات النفطية، خاصة وأن جميع حقول النفط تحت يد الشرعية؟ يعني أليس هذا بسؤال منطقي للوضع الذي تعيشه البلاد؟ إحنا كنا ناقشنا هذا الموضوع في حلقة سابقة، إنه ليش أوهم بي تحديدا هي اللي قدرت تستأنف الإنتاج، وعرفنا فيما سبق أن الشركة تقع أو ضمن ملكيتها تقع جزء من ملكيتها للجانب الإماراتي، والجانب الإماراتي معروف أنه هو المسيطر أمنياً على المنطقة الموجودة فيها الشركة والمنطقة اللي بتصدر منها شحنات النفط. ومع هذا كله الإنتاج أقل من 5000 برميل يوميا من شركة أومي غير مجدي ولا يستحق الاحتفاء. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الواحد. أما بالنسبة لبقية الشركات، الشركات قادرة أنها تستأنف الإنتاج فورا ودون أي مشاكل طالما الشرعية مسيطرة على الأراضي والمناطق الموجودة فيها هذه الشركات، ولكن القرار فيما يبدو أنه قرار سياسي، وهناك ما يمنع أصحاب القرار من اتخاذه، أو ربما هناك أصحاب مصالح حريصين على أن يبقى الوضع كما هو عليه وأن تستمر الحرب وأن تستمر معاناة المواطنين وأن يستمر انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بحكم أنه لا إيراد أو لا إنتاج يصل إلى البلد بسبب عدم وجود خلق لدخل أو إيراد حقيقي. نعم، إذا أستاذ عبد الواحد اسمح لنا أنت والأستاذ ناصر وكذلك السادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ ناصر، يعني تعليقك على حديث الأستاذ عبد الواحد، يعني الفكرة يعني يجد أنها غير مجدية وأيضا لا تستحق الاحتفاء الكبير، خاصة أنه يعني من قطاع واحد أو من شركة واحدة هو ما تم تصديره. أنا لا أود أن أدخل في تفاصيل هذه الشحنة، لكن من حيث الجدوى وعدم الجدوى أعتقد أنها مجدية وأنها كما ذكرنا أفضل من صفر، وأن الشركات أصلا النفطية في لو دخلنا في الجوانب الفنية والعقود اللي بين الشركة والحكومة، الحكومة لا تعطي مصاريف تشغيلها، الشركة نفسها هي تأخذ من ما يتم إنتاجه كميات تخص الموارد التشغيلية والتكلفة التشغيلية، فما في لها علاقة. فهذا ما صفاه هو خاص، ايش ربما في اعتقادي أنه خاص بالحكومة اليمنية، وهو شيء أو خطوة جيدة. نعم. في ظل الظروف والتعقيدات الأمنية، وينبغي نحن نشجع الحكومة على هذه. عند هذه النقطة. نعم. اسمح لي يا أستاذ عبد الواحد، يعني عمليا فعلا نحن كنا دائما ما نتساءل لما لا تصدر الحكومة النفط، لما لا تقوم بأي خطوة إيجابية في حال مثل هذه الخطوة، لا نعدها خطوة إيجابية وإن كانت قليلة ربما لن تؤثر كثيرا على اقتصاد البلد، ولكن ربما تفتح الباب لخطوات قادمة. الخطوة هذه ليست إلا تغطية أو محاولة للتغطية على 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 تقصير أو على فساد. يعني أنا متوقع أو قادر أن تجميع لما نجي لك 5 وأقول لك هذا كافي وهذا جيد، فهذا ليس أكثر من فشل. صحيح إنه هي خطوة بدائية، قد تكون بداية جيدة ولكن غير كافية وغير مجدية ولا تستحق الاحتفاء الذي
تعلنها الحكومه. يعني الحكومه يمكن اعلنت عن هذه الشحنه التي تم تصديرها فوق يعني استاذ عبد الواحد اسمح لي انداد النقطه على انهيار الريال اليمني. نعم لا لا لكن اؤكد لك استاذ عبد الواحد يعني لنعد للنقطه يعني بطبيعه الحال يعني الحكومه لم تقم باي خطوه ايجابيه واحده لمده طويله مثل هذه الخطوه يعني بالنسبة للحكومة وبالنسبة أيضا للمتلقي يعني نجد أنها تستحق الاحتفاء ولو نسبيا يعني ألا تفترض أو لا تعتقد أنه يجب يعني المطالبات كثيرة أستاذ عبد الواحد. نعم نحن نطالب الحكومة بتحركات كثيرة ولكن حين تقوم بأي خطوة نبدأ بنقد هذه الخطوة بأنها غير مجدية وبأنها ما الذي نريده بالضبط إذن إذا لم نريد مثل هذه الخطوة ولتليها خطوات نريد استرداد نعم نريد استرداد وإعادة إنتاج النفط من حقول صافر ومن حقوق جنة هند وإعادة تصدير الغاز المسال من بلحاف لكي تعود عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي ونقدر إن احنا نحمي الريال اليمني من الانهيار أمام العملات الأجنبية. في موضوع تصدير 500,000 شحنه اصلا الانتاج بدا منذ اشهر في اومفي وانتاج بسيط تم تجميعه طوال هذه الاشهر الى ان تجمع بهذه الكميه ثم صدره. فهذه الخطوه يمكن كانت نتيجه الى لجهود سابقه ليست جهود اليوم. فليس هناك ما يستحق، نحن نحتاج الى جهود اكثر وربما نقدر نقول وقف ما يحدث من فساد ومن مشاكل لكي تتمكن البلد من استرداد عافيتها الاقتصاديه. نعم اذا دعنا نتفق ان هذه خطوه تعد نسبيا جيده ونامل ان يعني تلحقها خطوات اخرى لكي تستفيد البلد فعليا وايضا استعاده حقول النفط ولعملها. نعم ممكن، ولكن نحن فقط نوضح ما يحدث. وهذه النقطة اللي كانت يمكن غايبة عن الكثير أن التكلفة الحاصلة من أو التكلفة هو حصل اتفاق الآن أنه الإيراد الخاص بهذه الشحنة يذهب ب 20% منه إلى السلطة المحلية في شبوة و 80% تذهب للحكومة اليمنية. هنا نقطة، هل هذه الإيرادات ستدخل ضمن النظام المصرفي الخاص بالجمهورية اليمنية أم أنها ستذهب في حسابات لبنوك تجارية خارج منظومة يعني هل تعتقد أنها ستكون خارج حساب الحكومة اليمنية؟ هل تعتقد أنها ستكون خارج حساب الحكومة اليمنية وهي التي أعلنت عنها؟ ليس ذلك يعني كان يمكن أن لا يعلنوا. ما يحدث الان في صافر مثلا وفي حضرموت في بترو مسيلة ان الايرادات لا تدخل حسابات البنك المركزي. واين تذهب؟ التعامل معها بحسابات تجاريه خارج البنك المركزي وعبر بنوك تجاريه، وهذا يؤثر على على المنظومه المصرفيه لليمن، لانه الآن البنك المركزي ضمن إجراءات أو الإصلاحات التي أقروها للحفاظ على الريال اليمني أنه إصدار سندات بفوائد تصل إلى 17%. أنا لا أعرف من أين ستمول الحكومة اليمنية فوائد بقيمة أو بقدر 17% للمساهمين أو للحاملين السندات. أين هي الإيرادات أو أين هي الأرباح التي ستقوم الحكومة بتعويض مساهميها أو مودعيها بهذه النسب؟ كلها إجراءات لنقول شكلية وعبارة عن مسكنات، ليست مسكنات عملية وإنما مسكنات إعلامية أكثر من أنها على الواقع. نعم إذن شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي الناشط في مجال مكافحة الفساد، كنت معنا عبر سكايب من ماليزيا. أعود إليك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر لو تحدثنا عن النقاط التي طرحتها بناء تحالف وطني وأيضا النقطة الأخرى في مسألة
إرادة رؤية مصالح اليمن والإقليم. هذه النقاط لا تجد أن هناك من سيقول يعني نحن الآن في فترة حرب، البلد ليست مستعدة لأي، يعني يجدون أن هذه النقاط تعد نظرة مثالية لواقع غير يعني مثالي؟ أولا أود التعليق على كلام الأخ عبد الواحد في موضوع أنه الجانب المثالي في التصدير، صحيح ليس الجانب المثالي، وربما السبب مشاكل فنية أيضا في موضوع موانئ التصدير. لا يزال يعني التصدير سابقا كان يتم عن طريق الحديدة، والحديدة معروف وضعها الآن، وربما أيضا تهيئة ميناء في شبوة يعني يحتاج جوانب فنية، فنعتبرها خطوة إيجابية للحكومة أن يعني تنطلق ولو خطوة بسيطة. وفي مجملها كجانب حتى الجانب الإعلامي أيضا جيد، هذا يعطي أمان للشركات الأجنبية الأخرى أنه تم الشركة النمساوية بدأت تعمل، فيعطي محفز بقية الشركات تأتي تستأنف العمل. من باب نحاء على الأقل نشجع أي خطوة إيجابية ولو كانت قاصرة أو بسيطة، يعني لأن الطموح هنا بالتأكيد طموح المواطن. يعني أنت تتحدث عن أكثر من 400,000 برميل يومياً. نعم. يعني نعم. لا مجال للمقارنة 17,000 لا مجال للمقارنة، لكن كما ذكرنا واحد أكثر أفضل من الصفر. من لا شك. نعم. من أجل أنت ذكرتي الآن سؤال في غاية الأهمية، أنه إحنا في وضع حرب، فمن سيلتفت إلى هذه الأشياء المثالية؟ أولاً النقطتين الرئيسيتين التي ذكرتهما هما ليستا مثاليتين، بل هما واجب الضرورة، يعني مقتضيات المرحلة تستلزمهما، لأنه بدون هذه الخطوتين في اعتقادي الشخصي أن الحرب ستطول. يعني هذه موضوع التحالف الوطني التاريخي هو سيكون عامل ورافعة لاستعادة السيادة اليمنية على اليمن، واستعادة يعني الدولة وبناء الدولة بشكل سليم، تمام. وسيستطيع أيضا أن يفاوض اليمنيون عندما في عند هندسة المصالح، عندما يكونوا موحدين غير ما يكونوا ايش متفرقين وايش ومجزئين، تتدخل أجندة خارجية لابتزاز اليمن والنهب ثرواته والاستفادة من الثروات أو سياسة تفرق تسد يعني. فلأجل استعادة السيادة وقوة الدولة نحتاج إلى تحالف وطني كبير مبني وواسع وتاريخي، مبني على أسس ومعايير سليمة، وهو ما ذكرت ليش في لجنة تحضيرية وفي لجان استشارية تتبع لجنة تحضيرية تمضي قدما، وإن تأخذ وقت أطول لكنها تمضي بعمليات مدروسة وليست عشوائية وارتجالية، لعلنا نصل أو نساهم في هذا الواقع. بالإضافة للرؤية الثانية الذي هو النقطة الأخرى التي هي بدون هندسة المصالح، إذا أول نبني يعني كياننا بشكل قوي من أجل أثناء التفاوض مع الطرف الآخر تصبح اليمن والشعب اليمني والمجتمع اليمني متماسك وقوي، ومعه يعني كيان تاريخي جامع، مثل ما حدث في سقطرة. ماذا حدث في سقطرة؟ عندما كان التحرك الإعلامي والاجتماعي والشعبي قوي جدا غير المسار وأصبحت يعني الناس ينظروا إلى اليمن، وأيضا ممكن نعم كانت نقطة فارقة صحيح. فنستطيع أن نقدم الأفضل وأن نعيد البلاد متى ما أريد وكيمة. ذلك فعلا. نعم. اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا دكتور محمد الزوب الخبير الاقتصادي من القاهرة. مساء الخير دكتور محمد. سلام العافية. أهلا بك دكتور. يعني هناك مخاطر وضرورات اقتصادية ربما تحتاج إلى معالجات ملحة وعاجلة، هل تجد أن كسر الوديعة يشكل أحد هذه الحلول؟ كسر الوديعة في الأساس خطوة يعني متقدمة في مرحلة أيضا متأخرة، يعني خطوة متقدمة في مرحلة متأخرة الريال هار جدا، وإحنا وصلنا 5% للتفكير وحذرت منها انا يعني بدايه الازمه وبدايه الحرب، ويبدو ان احنا نمر في هذا المسار، واعتقد ان لم تكن حلول. شو انا اقرر والليله اقرر من جديد ان لا تتدخل الدوله باستنفار كافه التي وخصوصا الامكانيات النقديه الموجوده والمتاحه في المناطق الشرقيه من اليمن، وعلى سبيل المثال يعني نفط
المسيلة حسب ما سمعنا أن هناك يعني من الكميات تصدر إلى الخارج، فإن الرياضة اللي سوت أثر كثيرة بأنه لا يوجد للتبادل العملة في سوى التصدير الذي يتحول المداخل إلى دولار، والدولار اللي سوف يكون موجود داخل البنك أو اللي سوف يورد للبنك سوف يعاد الريال مع القوة الشرائية له في السوق، وبالتالي تستطيع أن تستخدم بيدها على المسار الاقتصادي. ما لم فأننا سوف نواجه يعني أيام عسيرة وسوف تتوالى عشرة الأيام مع مرور الزمن نذكر هذا الكلام في المستقبل. فأنا أتمنى كل أمل أنه مع مرور أن تصحو الحكومة الوضع الذي هي فيه محاولة وضع النقاط على الحروب مع التحالف، لأن التحالف يبدو أنه هو الفعال القضية، وخصوصا يعني الإمارات التي الآن أصبحت هي ملكة الملف اليمني في ضوء المسار المنعرج يعني إلى أن يذهب يوم يذهب في اتجاه العملية السياسية الخادعة والمزورة، ويوم يذهب الحرب الفاشلة غير المنتهية. وبالتالي نحن نقول أنه الدولة أن تسيطر، والسيطرة الرئيسية ليست في كسر الودع فقط، وإنما في محاولة استعانة بالقدرات الموجودة لدى الشعب اليمني وهي في الخامات النفطية الموجودة. أنا أعتقد أنه التقنيات التي سوف تصدر نوعا ما من التقنيات هذه إذا نعم. هل 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 لو تسألنا دكتور محمد يعني الخطوتين التي قامت بهما الحكومة وهي كسر الوديعة وأيضا تصدير شحنة من النفط، هل يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو تفرق في حياة المواطن برأيك؟ ولا شوف أنا بقول آخر الكلام إنه كسر الوديعة هو جانب نوعا ما هو مرتبط بتأخير أو بمرجعية لبيع الحكومة لا تستطيع أن تكسر الوديعة إذا لم يكن لديها بيع حقيقي، بمعنى أنها سوف تعمل على توازن الكميات المباعة حوالي 35 مليون شحنة أو 500 مع ما يمكن أن تقوم بكسر الوديعة التزامات من الوديعة، لأنه إذا لم تكسر الوديعة فلا ليس هناك فائدة. ثانيا أنا أقول وأكرر، إذا لم تواصل عملية إنتاج النفط والذي هو الآن متاح تقريبا حوالي 60,000 برميل يوميا، إذا لم تتواصل العملية فإنك كأنك أبو الجد ما غزلت ولم تؤثر الأرضية. يجب على الدولة إعادة تمركزها من جديد، إعادة يعني النقاط على الحروب. نعم وصلت الفكرة دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزوب الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذا أستاذ ناصر في دقيقة إن سمحت، يعني بهذا الشكل برأيك إلى أين يمضي الاقتصاد اليمني؟ بدون حلول جذرية يمضي إلى الهاوية. نعم لابد من اتخاذ حلول جذرية، لابد من اتخاذ خطوات جادة كما ذكرت في معا نحو تحالف وطني تاريخي يجمع كلمة اليمنيين ويحقق السيادة اليمنية ويعيد اليمن لدورها الطبيعي والتاريخي والحضاري، معا لهندسة المصالح مع الإقليم ودول العالم هندسة عادلة ومتوازنة تضمن مصالح الجميع وتضمن أمن واستقرار المنطقة. بدون استقرار وأمن اليمن ستظل المنطقة برمتها والعالم إيش معرض لاختلالات أمنية ومشاكل لا حصر لها. نعم. شكرا جزيلا لك ناصر المطر خبير التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، كنت معنا في هذه الحلقة من مساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.